فهو دي الكسور ده على سيد ميديا وفضلا هدي انو عصبت هاي سبسكرايب سعره كم بيل كفرو او ده ورك ودن بي مدحوين فرماجو او حل سره نين حل سره هاي حل كا قاد اسلام مركاسي نقف كلا امقا عاوي مدحوين فرماجو دقريتا كصوب بحدا ايا فيلا صومالي لقو شاعي اسلام مركاسي نحل كا او قادي حر الالي يهقو دي خاران كاسي يشينين كان او قعان تكو هاي كيس كبادا ايا وحل اللي يهي حل كا قاد اسلام ايما كو سوان بيغي فمدحوين فرماجو وحالاق ايا با اني هاريس كلي سوما دامو انت بدن او لسعودي اما كيس كبادا او قعان تكو هاي هاسي يشي ما انتو حل كحيوبيي مدحوينها صوماليا محمد عبد الله محمد فرماجة يوم قعاب قرية قان سليمان محمد محمود حلك إلى ريها قد خران كوحا اونا حلك كقادي كو أما حلك قادي سكو سمي حر إلى ريها قد هورا مدن أحمد علي دا هيرو انت بدن بدا كيس كو هاي مرون كبدن دليسي مدح كمدى أدون كتالا قرار كصوب بحي فيلا صوماليا يا لغو الشيغي إن مقعابيستا أي كنت مدسو جيدين تقدوميها محكمة سراء قريقان باشي يوسف أحمد باهيدا اللو قوة إن لا دردر قليا هولها ديبو هبينتا قرصور كأيو حقيجين تهنانك عدالة ديه هفن أو كردخان قل أو كردخان كشاقود أهان دالك صوماليا يا لغو يري مدحوين فرماجة أيا فري حكومة دا أونجيدي هي أداها الشرع دجينتا إن أي صور دم يستيران قولها أذيك قرصور كلنا وافجي الدستور كميل قار كأه إيو حيرك قسايا بسمها قولها سي لور دم يسترو دبو هبين تا قرصور كإيو هنان كعدالة دا إدالك صوماليا مدحوينها يا كل الدردار مي حير إلاليها قود إسلام مارك حير إلاليها قود إلا مقعابي إنو واجباتي سشقة أو قود سوا فقسن دستور كإيو الشروع دا كلا إدالك ويالا ونا شعبك الصوماليات اوغو اديغو هفنان وعدالة كل داي هانتا هاي ايا اللغو يري قرال كي كصوب بحي حرونتا في اللا صوماليا اي لوغو تاليو دالكينا هوايا صوماليا احمد علي داير ايا كمد اها سراكيشي دولة دي هقانك او اها شرعي خاندا صوماليا كلوك تلاها كيسك اي صوماليا بدا اوغو دفاعي سني اوغو دفاعي سني سوكيا اي هريا لمحكمة دا عالمي اه عدالة داي اي سي جي هاسي يشي كيسك اي سوق عانتكو هايي dad badan ayaa naqdinaya isla markaasina sheegaya xilligan ma habooneen in xilka laga qaado xilkaas waa xil muhiim ah isla markaasina xeer ilaaliyaha qaranka uu yahay maadaama imanka badda gacanta ku hayo kiiskiis isla markaasina uu la socdo talaabo kasta halka ay marayso laakiin ninka cusub ee la keenay doono ma laga yaaba inuu la qabsado maadaama kiiska badda nin hore shaqo u hayay nin shaqo cusubna isla markaasina u baahan yahay in muddo badan uu fahmo hase yeeshee arrintani ayaa la leeyahay waa mid aan iminka ku habooneen لنا عكلا حل لبان فقي أو سيحن أقرب باشي مدح وين فرماجس لما مركز نكون شجع إنه ربا خضب مهم وأحد دستور كاس لما مركز نكون خر إنه هو ذلك سارو وهاي رها لوك على جر قادو مدح وينها أي خضب كسديت تني سلات سديت تني سجالات الدستور كا كم الجار كا الدولة فرنك سوماليا حل لبان أحمد معلم فقي وكم دام مضياش قولها الشعب كي بارلوانكا فدرالك أيا كهل دور الشدة لابوكني لباتن قار أهان دمع أو شيغة إنو كجور مدحوينها صوماليا أو دونيا إنو دب كلابتو إسلام مركاسينة أو أفر سنة أو سو سعودة دبو هليلو فيقيا يا شيغة إن مدحوين محمد عبد الله محمد فرماج أو قاضي تلا وكستو إسكونا دقي إنو بدلو قضب كسيديتين السلاد إي سيديتين السقالات إي دستور كاوقاي حيا نوع دور شيء مدحوينها صوماليا سيدا أو هذا الكودقي sidoo kale wuxuu tilmaamay in madaxweynuhu sharciyeeyay xildhibaano ka tirsan labada gole si uu ugu qanciyo qorshe balse uu ka waayay wax taageero ah haddaba warbixinta uu soo qoray xildhibaan fiqi ayaa sidatan u qorneed haloo kala garqaado madaxweynaha iyo qodobka 89aad ee dastuurka meelgaarka soomaaliya qodobka 89aad farqadiisa koowaad ee dastuurka dalka oo ka hadlaya doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu ku qoran yahay wuxuu u qoran yahay sidatan ayuu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa in ay doortaan labada gole ee baarlamaanka oo wada fadhiya waxaana gudoominaya fadhiga gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee madaxweyne farmaajo wuxuu muddadii 3 sano ahayd ee uu talada hayay ee ka shaqeynayaan sidii oo isagoo wado sharci ah u soo marin oo u bedeli lahaa qodobka 89aad xildhibaano waa shiriyay waqti badan hindise sharciyeedka doorashooyinka waa ku soo qortay gudoomiye labaad aqal iyo baarlamaanba waa qalqaliyay guddiga dib u eegista dastuurka wuu kala fariisiyey wasiirkii hore ee dastuurka wuu kala hadlay ugu dambeyntiina xoogaga wadaniyiinta oo qura ayaa ku raacay ayuu yiri madaxweynuhu ilaa iyo hadda wuxuu ku qancilayahay qodobkii dastuurka ahaa
ee uu ku yimid haddii uu rabo inuu mar kale soo tartamana inuu uu waddadaasi raaco haddii uu madaxweyne farmaajo uu ku qanci waayo dastuurka dalka isla markaana sida ay ka go'an tahay waddada keliya ee u furan waa ku dhawaaqidda afgembi militari dastuurka dalka oo uu laalo iyo golayaasha baarlamaanka oo uu kala diro subaxda xigana xoogga wadiniyiinta ay bannaanbaxyo taageero ah bannaanka ugu soo baxaan iyagoo ku dhawaaqaya iyagoo ku dhawaaqaya cimrigii jirow jirow jira cayaanka hay 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 weligaa hay hay ayagoo ku jiro ayaa laga yaabo ayuu yidhi xildhibaan fakhi dhar aad wuxuu yidhi dhar aad gadanayso dhar aad gadanayso ama tolinayso waad isku cabiri kartaa sidaa jeceshahay laakiin ma dhici karto wuri meel dastuur dileed oo uu hal qof ku fakaro inuu isku jimeeyo kadibna damaciisa iyo hawadiisa layskaashiyo ayuu yidhi madaxweynuhu waa inuu imaansadaa dastuurka dalka weliba waajib ayay ku tahay inuu ilaaliyo waayo dhowrista dastuurka iyo shuruucda dalka ayuu horay ugu dhaartay ayuu yidhi xildhibaan fakhi hase yeeshee hadalkan xildhibaan fakhi ayaa dad badan aad ula yaabay isla markaasina qaarkood ay soo dhaweeyeen qaarna ay dhaheen mucaaradnimadii ayaa ka batay halkaa naga daawanaysa waa calan sida media fadlan subscribe saara kumbaylka furo oo daa wararkii ugu dambeeya waxaysa dhinaca kale haddii aan u xigo jadwalka doorashada galmudug oo lasoo saaray wasiirka arrimaha gudaha oo soo shaaciyay xilliga ay dhacaysa madaxtinimada doorashada galmudug isla markaasina murun badan halkaasi soo jiitamayay ayaa iminka lasoo saaray guddiga doorashada dowlad goboleedka galmudug ayaa shaaciyay jadwalka xulista baarlamaanka iyo baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug guddiga ayaa u asteeyay 25-ka oo beri ah bisha 28-ka bishan inay noqoto waqtiga la xaqiijinayo odayaasha dhaqanka maamulka galmudug ayaa lagu yidhi hase yeeshee qodobkaasi ayaa ah qodob xasaasi ah maanta oo taariikhda ay ku beegan tahay 25-ka ayaa lagu yidhi sidoo kale guddiga ayaa sheegay in 29-ka ilaa 9-ka Diseembar lasoo xuli doono xildhibaanada maamulka galmudug oo dhammaystiran isla markaasina ay dooran doonaan madaxweyne 10-ka ilaa 12-ka Diseembar ayaa la sheegay in howlgalka doorasho ee la doonayo baarlamaanka galmudug halkii 13-ka ilaa 16-ka la dooran doono guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi oo dhammaystiran ugu dambeyntii guddiga ayaa 17-da ilaa 23-ka Diseembar uu iclaamiyey inay dhici doonto doorashada madaxweynaha galmudug hase yeeshee lama oga cidda noqon doonto maadaama dowladda nabad iyo nolol ay wadato mid u gooni ah hase yeeshee qaarka kalena mucaaradkani ay wataan siyaasadda galmudug ayaa muddo badan soo jiitamaysay walow saaka la sheegay erga uu diray ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo ahlu sunna waaljamaaca oo ka biidiidan inay ishor fadhiisteen kadibna fashil ku soo dhammaaday lama ogo doorashada halkaasi ka dhici doonto inay aqbali doonto ahlu sunna waaljamaaca oo halkaasi 60% ama 70% awoodda haysata galmudug hase yeeshee lama ogo waxa soo bixi doona halkaa naga daawanaysaan waa calan sida media fadlan subscribe Thank you.